ذكر اسم الله على الذبائح مجرد شعائر وطقوس دينية أم أن له أثراً كبيراً وأسساً وقواعداً علمية دقيقة يستند إليها غفل الناس عنها فتركوه؟ يدعي بعض المستشرقين بأن الموت هو الموت للذبائح من أبقار وخراف وطيور، والحيوان الأعجم المشرف على الموت هل يفهم باللغة العربية أم بغيرها حتى يذكر عليه اسم الله عند ذبحه؟ بل ولا يؤكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ويقولون إننا معشر الشرقيين لنوغل ونغرق في أمور غريبة لا مردود لها، غيبيات لا ندركها ولا نعلمها. وإننا اليوم نقف أمام حقيقة طبية مخبرية بالتكبير على الذبائح ضمن بحث علمي فريد كشف عنه النقاب جمهرة من الأطباء العلماء يقاتلون بالعلم الجراثيم الفتاكة ويدحرون الظلمات والخرافات والشعوذات ويزيلون عن تراث الديانات السماوية المجيدة بعض ما غشيها من جهل الجهلاء. لقد أخذ طاقم البحث أمر التكبير على الذبائح في البداية بشيء من البرود والتردد، ولكن ما إن بدأت النتائج الأولية بالظهور حتى ذهل الطاقم وأخذ طابع الجدية والاهتمام الكبير، ولم يتوقف سيل المفاجآت طيلة فترة البحث والدراسة، فما رأوه وما لمسوه يكاد لا يصدق ولكنه واقعي. لقد كان لهذه الكلمة أثر إعجازي مهول بدا من خلال العقامة الجرثومية للحوم التي ذكر اسم الله عليها أثناء الذبح وخلو نسيجها من الدماء، بعكس اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح والتي كانت تعج بمستعمرات الجراثيم وتغص بالدماء. وما أن أعلن طاقم البحث المخبري والطبي عن النتائج المذهلة التي توصل إليها حتى سارعت وسائل الإعلام إلى الاهتمام بهذا الكشف الطبي الفريد، وأخذت إذاعة لندن قصب السبق في بثه وإذاعته، كما أن الإذاعة الفرنسية بثت نتائج هذا الحدث باللغة الفرنسية على دول الاتحاد الأوروبي، وكان من نتائجه أن أكبر مجمع لذبح الطيور في مدينة طولوز الفرنسية تبنى هذه النتائج ووظف رجلا يذكر اسم الله على كل ذبيحة تذبح في المسلخ المذكور. كما أوردت أنباء هذا الاكتشاف المثير وكالات الأنباء والصحف والمجلات المحلية والعربية والعالمية، وأجرت المحطات الفضائية العربية والعالمية لقاءات وندوات مع الباحث والمفكر الإسلامي عبد القادر الديراني وأعضاء الطاقم الطبي، تم فيها إلقاء الضوء على النتائج المذهلة التي حققها الطاقم. وقد نشرت أبحاث ذكر اسم الله على الذبائح ونتائجها العظيمة التي تحققت في كتاب فريد للعلامة العربي الكبير محمد أمين شيخه يحمل عنوان الله أكبر رفقا بالحيوان. لا يمكن أن يتصور الإنسان في البداية أن مثل هذه الكلمة فقط كبير، لكن عندما تتبع نتائج العمل المخبري ونتائج طاقم العمل العلمي الذي عمل في هذه الدراسة فعلا أمر يستحق الدهشة ويستحق الإعجاب ويستحق أن نمارسه في كل أعمال الذبح، طالما أن هذا الجو يخلق فعلا غذاء سليم وصحي ومفيد للإنسان. لقد اتبع الباحثون لاستكشاف أثر التسمية والتكبير على الذبائح أرقى الأساليب الطبية والعلمية المعتمدة في أكثر الأكاديميات تقدما في العالم. قمنا بإجراء دراسة علمية جرثومية على نموذج من لحم العجل المذبوح شرعا والمكبر عليه ونموذج آخر من لحم العجل غير المكبر عليه، كما وقمنا بإجراء دراسة جرثومية مماثلة على فروج مذبوح حلال ومكبر عليه وفروج آخر غير مكبر عليه.
أخذنا النماذج واقتطعنا منها عينات صغيرة حسب الفن الجرثومي، ووضعنا كل عينة في مزيج من محلول الديتول 10%، وذلك لتعقيم السطح كاملا حتى لا يقال بأن التجرثم أتى من الجراثيم المحيطة بالسطح على النماذج. بعد حوالي ساعة كاملة من النقع بالديتول 10%، أخذت هذه القطع اللحمية العائدة للعجل المكبر عليه والعجل غير المكبر عليه والفروج المكبر عليه والفروج غير المكبر عليه، وزرعت فنيا على وسط تيو جليكولات، ثم وضعت في المحم لمدة